يشكل الموروث الثقافي التقليدي والمنتوجات القديمة اهتمام الكثير من شرائح المجتمع، حيث عمد أحد المواطنين إلى تحويلها قبلة للسياح والزوار الذين أبدوا إعجابا بما شاهدوه. الشخص هو ما من القلائل في الجزائر اللي راهم يحافظوا على الموروث الثقافي ويحافظوا على الهوية الجزائرية ويحافظوا على، هو كنز يحافظ على كنز الأجيال القادمة، باش يشوفوا الأجيال اللي سبقتهم في العديد من المجالات، وخاصة في مجال الصناعة التقليدية. الزوار اهتموا كثيرا بمختلف ما تم وضعه بالقاعة وخارجها، والذي ذكرهم بعقود الآباء والأجداد من القرن الماضي. ورانا شفنا حوايج يعني اللي ما عشناهمش في حياتنا في الخمسينات وفي الستينات، مثل هذه السيارة هذه ما شفتهاش أنايا، والحمد لله اليوم راني نشوف فيها كأني عايش في 53. ونشكر القناة على هذا اللفتة كما يقول الإنسان، إن شاء الله باش المرة الجاية إن شاء الله احنا نزيدوا نعيشوا ونزيدوا نشوفوا حوايج أكثر من هذا. مسؤول الصناعات التقليدية بالولاية وصاحب المبادرة الذي اهتم بالمشروع منذ نصف قرن قال: موروث حضاري عريق يتجسد في هذه المنتوجات المعروضة لعمي الذهبي، ونتمنى ان شاء الله بلي يكونوا هناك ناس اخرين مثل عمي الذهبي يحافظوا على هذا الموروث الحضاري، وتكون ايضا انها تتوارثوا الاجيال جيل بعد جيل، ونطلبوا من ابائنا الحرفيين باش يواصلوا ويعلموا هذه الحرفه لابنائهم ان شاء الله. اللي عندنا مده حوالي 40 سنه وحنا نلموا في الاشياء هذه القديمه، هوايه ماهيش نفحه. نهضر لك على نفسي، مدة من عمري 15 سنة وانا عندي الهواية في نقولوا احنا في لمان الاشياء القديمة هذه. والى غاية تخصيص فضاء اوسع للموروث، تبقى العائلات التبسية تتزاحم على المكان لمعرفة ما كان يملكه الجيل الذهبي منذ منتصف القرن الماضي.